والآن مشاهدينا ننتقل إلى الجولة على أبرز ما اخترناه من صحف هذا اليوم، ونبدأها مع صحيفة نداء الوطن حول ما قاله الرئيس سعد الحريري في مقابلته التلفزيونية مساء أمس تحت عنوان الدعم يلفظ أنفاسه الأخيرة والعين على الشارع، الحريري مرشح حكما على حزب الله أي ضحي. تحت هذا العنوان جاء إذن في نداء الوطن عمليا لا إجابات مطروحة ولا أفاق مفتوحة على الحلول بعد، والاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل لا تزال نتائجها مجرد ضرب بالرمل بانتظار ما ستفضي إليه جولة الاتصالات التي أطلق الرئيس سعد الحريري صفارة استئنافها أمس معلنا جهوزيته للتعاون إذا تبين خلال الأسبوع الفاصل عن موعد الاستشارات أن الأطراف السياسية باقية على التزامها بالمبادرة الفرنسية وبالورقة الإصلاحية التي تنص عليها، وقال أنا مرشح حكما لرئاسة الحكومة ومش رح سكر الباب، إذا بدكن أهلا وسهلا وإذا ما بدكن ساعتها منشوف شو منعمل. لكن الحريري الذي أمهل الأفرقاء السياسيين 72 ساعة للتفكير مليا بالرسائل التي تطايرت من إطلالاته المتلفزة ليلا عبر شاشة الام تي في بمختلف الاتجاهات الحليفة وغير الحليفة، حمل الثنائي الشيعي مسؤولية مباشرة عن تعطيل المبادرة الفرنسية، وخص حزب الله برسالة واضحة تشدد على وجوب أي ضحية، وتوجه إلى الحزب بالقول عارف حالك صاير مشكلة بكل العالم، ما فيك تحمل اللبنانيين مشكلتك. وعلى الطريق نحو جهنم بدأ الدعم من مخزون احتياطي المركزي يلفظ أنفاسه الأخيرة لتبدأ إمدادات الأكسجين تنقطع تباعا عن المواد والسلع الحيوية، وسط ترقب ما سيخرج به اليوم اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للخروج بآلية ترشيد الدعم على وقع لعبة شد حبال يخوضها دياب نيابة عن قوى الثامن من أذار مع الحاكم بغية دفعه إلى الاستمرار في استنزاف الخزينة حتى آخر دولار. وفي حين يتواصل تساقط المواد الأساسية من السلة المدعومة يوما بعد آخر، ينذر المسار الانحداري المتسارع ببلوغ مرحلة انعدام الدعم والوزن في السلة بحلول نهاية العام، لتتجه الأنظار إلى الشارع تحت طائر تفاقم الأزمة واشتداد وطأتها خشية انفجار شعبي مرتقب تتداخل في أبعاده أجندات سياسية هادفة إلى استغلال نقمة الناس للضغط باتجاه استمرار نهب أموال المودعين من احتياطي النقد الأجنبي بعدما بلغ عتبة الاحتياطي الإلزامي. وليس بعيدا عن هذه الهواجس ينظر بعض المعنيين بعين الريبة إلى استنفار الاتحاد العمالي العام شارعه لتنظيم يوم غضب ورفض الأربعاء المقبل، ولا سيما أن خطوة الاتحاد أتت بالتضامن والتكافل مع أطراف سياسية في قوى السلطة وفي طليعتها حركة أمل التي رشح عن بعض قياديها خلال الساعات الأخيرة تعليمات بضرورة العمل على تجييش النقابيين المحسوبين على الحركة والحشد ميدانيا في كافة المناطق الأربعاء للضغط باتجاه منع رفع الدعم. وإلى الجمهورية، في حال عدم الاتفاق على الحريري أو غيره هل سيرجئ عون الاستشارات؟ تحت هذا العنوان جاء في الجمهورية سألت بعض المصادر المعنية بالاستحقاق الحكومي عن أنه في حال عدم الاتفاق على اسم الرئيس سعد الحريري أو غيره هل سيرجئ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الاستشارات إلى موعد غير محدد؟ وقالت للجمهورية لا يمكن الجزم من الآن، وإن كان الاتجاه العام يميل نحو السلبية إذ يخشى حتى لو تمت تسمية رئيس مكلف فإنه سيتعذر عليه التأليف في ظل الخلاف المستحكم بين وجهتي نظر، إلا أن الأزمة الكبرى التي لا يمكن لأي طرف التغاضي عنها هي الأزمة المالية والاجتماعية والمعيشية والاقتصادية المتفاقمة، وأي مصير يتجه إليه لبنان في حال رفع الدعم؟ فهل تتحمل الدولة ثورة اجتماعية وغليانا اجتماعيا؟ وتتوقع المصادر المعنية أن تنشط المشاورات السياسية ابتداء من اليوم في وقت لم يظهر بعد أن أي فريق في وارد التراجع عن وجهة نظره، فيما المبادرة الفرنسية التي يضع الجميع وأنفسهم تحتها ويؤيدها تبدو وكأنها معلقة، ولم يسجل حتى الآن أي دخول فرنسي على الخط بعد أن حدد رئيس الجمهورية موعد الاستشارات. في الإطار عينه كتبت صحيفة الشرق الأوسط اليوم
رأى مصدر سياسي في المعارضة بأنه لم يكن هناك خيار أمام الرئيس ميشيل عون سوى تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، وأن الخيارات الأخرى باتت معدومة، وأن التأخير في إنجازها سيرتد عليه سلبا، مع أن الدستور اللبناني لا يلزمه بمهلة زمنية لإتمام الاستشارات، كما سيؤدي التأخير إلى إحراجه أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولفت المصدر السياسي للشرق الأوسط إلى أن تحديد تاريخ 15 من تشرين الأول لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لا يعني، في ظل المعطيات الراهنة، بأن الطريق أصبحت آمنة وسالكة أمام ولادة الحكومة الجديدة، معتبرا أن الموعد الذي حدده عون لا يزال يتموضع في خانة الافتراض ويمكن تأجيله في حال لم تتبدل العوائق التي ما زالت تؤخر تأليفها باتجاه توفير الشروط لتحقيق التلازم بين التكليف والتأليف. ونختم الجولة مع صحيفة الأخبار وما كتبته ميسم رزق. لبنان مطالب بموقف حازم، العدو يفخخ مفاوضات الترسيم بوفد سياسي من الوزن الثقيل. قبل انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية منتصف الشهر الجاري، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي زرع الألغام أمام لبنان. سارعت تل أبيب إلى السعي لرفع مستوى المفاوضات إلى مفاوضات سياسية، فيما الاتجاه اللبناني يقضي بجعلها مفاوضات تقنية شبيهة بتجربة لجنة مراقبة تفاهم نيسان عام 96 ومفاوضات ترسيم الخط الأزرق بعد تحرير الجنوب عام 2000 وبعد حرب تموز عام 2006. ترجمة هذه الأفكار الإسرائيلية بدأت من خلال تسريب معلومات عن ترأس وزير الطاقة في حكومة بنيامين نتنياهو يوفال شتاينتس للوفد الإسرائيلي الذي سيفاوض في مقر قوات الطوارئ الدولية في الناقورة كوسيلة لرفع مستوى التمثيل وإعطاء العملية كلها طابعا سياسيا. هذا الفخ الأول تجاوزه لبنان من خلال رفض حضور وزير في حكومة العدو المفاوضات، لكن يبدو أن تل أبيب مصرة على ذلك من خلال التلويح أمس بإمكان مشاركة الوزير نفسه في المفاوضات، ما تلاحظ أن الجانب اللبناني يماطل. والأدهى من ذلك، وهو ما يحتاج إلى موقف لبناني حاسم، أن العدو قدم تخليه عن فكرة مشاركة شتاينتس في المفاوضات كخطوة مهمة، لكنه فخخ الوفد المفاوض بما لا يقل خطورة عن مستوى وزير، فالوفد سيرأسه المدير العام لوزارة الطاقة. يمكن تجاوزا اعتبار هذا المستوى تقنيا وموازيا لمشاركة رئيس هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان. ويضم وفد العدو رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في جيش الاحتلال العميد أورين سيتر. هنا أيضا يمكن تجاوزا اعتبار هذا المستوى موازيا لمستوى نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش اللبناني الذي سيرأس الوفد اللبناني. لكن ما لا يمكن لبنان القبول به هو إدخال شخصيتين في الوفد هما من المستوى السياسي المحض، أي المستشار السياسي لرئيس حكومة العدو رأوفين عزار ورئيس المنظومة السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون بار. عند هذا المستوى يبدو جليا أن العدو مصر على أن تكون المفاوضات سياسية لا تقنية، تماما كإصراره على أن تكون المفاوضات مباشرة. زرع الألغام في التفاوض لا يقتصر على العدو، فللولايات المتحدة الأمريكية نصيبها أيضا. تبدى ذلك في أن الأمم المتحدة وبناء على طلب من المساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الذي يصل إلى لبنان يوم 12 من تشرين الأول الجاري، قررت أن تشهد الجلسة الافتتاحية بحسب معلومات الأخبار صورة تذكارية تضم الأطراف الأربعة معا، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان وقائد قوات اليونيفيل والوفد الأمريكي برئاسة شينكر، ومن جهة الوفد اللبناني ومن الجهة الأخرى الوفد الإسرائيلي. هذه الصورة التذكارية المراد نشرها في الإعلام لم يشهد لبنان مثيلا لها في اجتماعات لجنة تفاهم نيسان عام 96 ولا كل الاجتماعات التي كانت تعقد في الناقورة بين الجيش اللبناني واليونيفيل وجيش العدو منذ العام 2007 دوريا.
وهذه الصورة هي ما يطلبه الأمريكيون تحديدا لأجل تحقيق هدفين: تثبيت فكرة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجمة جديدة يضيفها إلى النجوم التي حصلها من اتفاقات التطبيع والتحالف بين إسرائيل وكل من النظام الإماراتي والنظام البحريني. هذا الأمر الذي قد يراه البعض شكليا هو مما ينبغي على لبنان منع حصوله أيضا. وتختم الأخبار أنه جرى تداول بمعلومات تفيد بأن الوفد اللبناني سيضم إلى جانب العسكريين والخبراء شخصية دبلوماسية، علما بأن الاتفاق اللبناني الداخلي كان ينص على مفاوضات تقنية وليست محادثات سلام ولا تطبيع باعتراف شنكر نفسه، وليست خطوة لإقامة علاقات دبلوماسية على حد قول السفير الأمريكي الأسبق جيفري فيلتمان. وهنا يطرح سؤال عما يفرض على لبنان إشراك دبلوماسي في وفده في حال صحة المعلومات، فالدبلوماسية هي من الوسائل التي تعبر عن المدى الذي آلت إليه العلاقات بين طرفين من تدهور أو تطور، واختيار عسكري لرئاسة الوفد اللبناني يعني أن مسألة الحدود لا تزال داخلة حتى في شقها التفاوضي في إطار الحرب. ولا يمكن النظر ببراءة إلى إدخال شخصية دبلوماسية في الوفد إلا في حال كان الدبلوماسي متقاعدا ويشارك بصفته مستشارا أو خبيرا. وقبل أن ننتقل إلى الحوار في الحدث، وطبعا الحلقة اليوم سوف تكون عن الدعم ورفع الدعم وكل تداعيات هذه القرارات على كل شرائح المجتمع اللبناني بمختلف مستوياته وما ينتظرنا على الصعيد الاقتصادي والمعيشي. وأنا ما في هذا الإطار أيضا سوف ينضم إلي عبر الهاتف مباشرة أستاذ حمزة منصور رئيس حراك الأساتذة المتعاقدين عبر زوم، ينضم إلينا إذن للوقوف عند مطالب الأساتذة المتعاقدين. هذا المطلب أستاذ حمزة صباح الخير، بداية مطلبكم قديم ومزمن والصرخة دائما عالية، وإنما ما الجديد اليوم خصوصا مع تأخر بداية العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة حتى بسبب كورونا وجائحة كورونا؟ صباح الخير أستاذي كاترين، يعطيك ألف عافية. ما الجديد بالنسبة لمطالبكم أستاذ حمزة اليوم مع جائحة كورونا وتأخر العام الدراسي وهذه الصرخة؟ ألم تلقى أذانا صاغية منذ سنوات حتى اليوم وليس منذ أشهر؟ للأسف مثل ما عم تفضلي وصفت الأمور بطبيعتها، لم تلقى أذان صاغية لأن في الأساس لا وجود لأذان سلطوية. مثل ما عم بتشوفيهم الناس عم بتموت، عم تجوع، المواطن فقير عم يشحد، عم يفكروا برفع الدعم عليه. نحن وجودنا كمعلمين متعاقدين وجود مصيري، ليس عندنا مطالب، عندنا حاله وجوديه انه نحن متعاقدين تعلمنا واخترنا هذا الخيار، ليس المادي. كنا نحن فتحنا محل فلافل او عملنا شركه، نحن تعلمنا بالجامعات واخذنا اجازات تعليميه بتسميها الدوله والجامعه اللبنانيه اجازات تعليميه، ويعلمونا دكاتره مثل ما تعلمتي حضرتك، ما فايتين على مجلس خدمه مدنيه. نحن فتنا بناء على طلب السلطه، لانه من حقنا نحن نشتغل بهالوطن، وتعاقدنا لبينا حاجه، ما فوتتنا لا احزاب ولا نزلنا بباراشوتات سياسيه، وفتنا 5 6 سنين 10 سنين اجوا ارتقوا بيعملوا مباراه، في منهم قدم في منهم ما قدم، المهم ظلموا. منروح عند المسؤولين اللي توارثوا من 1992 نعم. من 2000. طيب خلينا نحكي اليوم بالجديد، يعني ما الجديد نعم. بهذا بالطبع. الخصوص وكيف تنون نعم. مواجهة هذا الأمر؟ نعم، هي المقدمة المستعجلة لفرج ست كاترين للرأي العام اللي بعده مغبون بهالسلطة، انه 38 سنة على رأس هاي اللجنة التربية النائب بهية بغطاء كامل النواب ورئيس مجلس النواب مع كامل الاحترام، قدمنا عشرات اقتراحات الاولين، كل من زوره ما بتقبل الا زوره بمجدليون، هلا بقولوا هذا طائفي، انا لبناني ومن حقي انا احكي شو اللي عم بصير ببلدي، رئيسة لجنه لكل اللبنانيين. كل من زوره بتقول انا مش فاتحه كاريتاس، انتم صار عمركم فوق ال40، انتم استفدتوا من الدوله عدوا على جنب. انا قلت لها اول شيء نحن عمرنا 40، قديش عمر حضرتك واعضاء المجلس كلياته ورئيس الجمهوريه نعم. والرؤساء قد ايه عمرهم؟ 60 و70، اذا نحن فاشلين انتم شرفوا اطلعوا على جنب واتركوا للشباب
للثوار للمناضلين للمتعلمين للتكنوقراطيين الحقيقيين عدي على جنب. قالت انا مش فاتحه كاريتاس، انا بقول لها طيب بغض النظر عن هيدا النقاش، يعني انه بالنهايه ماذا تنوون ان تفعلوا بهذا الخصوص؟ هل ستنضمون الى من الى التحركات التي يعني ينوى التحضير لها الاسبوع المقبل؟ باي اطار رح توضعوا مطالبكم هذا؟ ما انا بدي اوصلك لنقطه، صار يقولوا علينا بدع التعاقد وعدوا على جنب. من شهر اجت الكتل الاشتراكي وحزب الله وحركه امل عملوا، والحريري عملوا اربع اقتراحات قوانين لخرق قانون الموازنه ومنع التوظيف وفتح باب التعاقد. هلا حاطينه على الجلسه ب 20 الشهر، فتح باب التعاقد بوزارة التربية ليدخلوا أساسي البناء على حاجات. أنا بقول شغلة، طيب فجأة صح الضمير والأخلاق والقيم وبدكم تتعاقدوا مع ناس، أنا مش ضد يتوظف أي حدا، بس كان الأولى فيكم عندنا اقتراحات قوانين نايمة من 1900 من 1000 يعني من 20 سنة نايمة بلجنة التربية. نعم. وما صحيت، كيف هلا طيب رح تنزلوا على الشارع الأسبوع المقبل؟ نحن طبعا نحن الشارع بيشهد لنا، ورح نضل نحن الثوره الحقيقيه والشارع، رح نضل وين في فاسد رح نقول هيدا فاسد. وانا بدي وجه شغله اللي هي اساسيه باختصار لو سمحت، باختصار لجنه التربيه ليش بدها تضل 38 سنه بايد حدا ما بيستاهلها؟ يعني لا عنده امكانيات، حتى النواب الموجودين عم بيغطوا لها، نايمين على اقتراحات قوانين، فجأة بيعملوا اقتراح قانون لادخال محسوبيات لإلهم، اخر همهم الناس والمواطنين. لا. هاي الناس اللي عم تجوع، ان يمكن قربت الانتخابات يا استاذ كاترين، استاذي كاترين قربت الانتخابات وصار بدهم يشتغلوا مع العالم، لكن الناس الحقيقيه، الناس الشرفاء، المعلمين المتعاقدين بكافه انتماءاتهم بيعرفوا انه اللي ظلمهم هو هي الطبقه السياسيه كلياتها. شكرا لك استاذ حمزه منصور رئيس حراك الاساتذه المتعاقدين. طبعا هالمطلب يعني يضم الى مطالب كثار من اللبنانيين، بنعرف قديش الدوله اللبنانيه بحالتها الحاليه. لا. عجزة الحالة رح تكون قادرة أن تلبي أي مطلب. لحظات مشاهدينا إذا ما نبدأ الحوار في برنامج الحدث.